السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم مرة أخرى مع درس جديد من قواعد اللغة الإنجليزية من كتاب Understanding and Using English Grammar. الكتاب من إبداع بيتي أزهر، تقديم مسلم طبق درسنا النهاردة والدرس الثالث من الفصل الثامن عشر بعنوان Expressing the idea of، عن فكرة إن يكون في during the same time، حاجة في وقت حاجة، الاتنين ماشيين مع بعض أو بالتوازي أو في أثناء حاجة أو حدث مستمر وحدث آخر قطعه. In modifying adverbial phrases، الرول الخاصة بـ during the same time مرتبط ارتباط وثيق بالفوز يا فندم بكلمة while اللي هي بمعنى بينما، واللي معروف ان دايما while بيجي بعدها الـ past continuous زمن الماضي المستمر. درسنا النهاردة هو في الأول والآخر على كلمة while، ولكن هنربطه بفكرة modifying adverbial phrases. يعني ايه؟ يعني عايزين نعمل reduction للـ adverb clause، عايزين نقلل الجملة اللي بتكون فيها while. قال لي بس في حاجة أكيد مختلفة، أكيد، أمال هو درس جديد ليه؟ المميز في while إن ممكن تبقى while نفسها مش موجودة وتعمل تقليل للverb، وده على خلاف السابقين. يعني مثلا في وجود since، before، after كان لازم يكونوا موجودين، صح؟ ولكن مع while لو أنت بتعبر إن الحاجة دي during the same time تقدر تحذف while. خلينا نشوف الاستخدامات المتعددة لـ while مع فكرة تصغير وتقليص الجملة الظرفية الخاصة بيها. ده درسنا إن شاء الله باختصار ومش هياخد مننا وقت كتير، ولكن كالعادة نحب نقول لك لايك شير سبسكرايب على زر الجرس، فوق الإشعار في كل حلقات كتاب، وصف الفيديو موجود في رابط الكتاب وسلاسل أخرى، ودايما تصفح قناة اليوتيوب عندنا من خلال البلاي ليست، قوائم التشغيل يكون أفضل ليك. جاهزين؟ بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. 18.3 Expressing the idea of during the same time in modifying adverbial phrases. أوكي. نفس الكلام، ما تعملش reduction إلا إذا كان الفاعل موجود هنا زي اللي موجود في الجملة اللي بعدها، ما تعملش تصغير أو تقليل الجملة لو لقيت في اختلاف. طبعا verb to be يحذف، الفعل يتحط في لاين جي، وطبعا الفاعل الاولاني هيتم حذف. لو في اسم تقدر تخلي الاسم ده بدل الضمير في الجمله اللي بعدها. خلينا نشوف الامثله بكل عمق. A B C D E تمام، كلهم نفس الجمله تقريبا اعتقد، مش تقريبا، في اختلاف. طيب A while I was walking down the street بينما انا ماشي في الشارع، I ran into an old friend، انا شفت صديق قديم. دي الجمله العاديه، حدث مستمر اللي هو was walking، قطعوا حدث آخر بيبقى في زمن الماضي البسيط اللي هو فعل run جاي في الماضي ran. تمام، while I was walking down the street، الجملة دي هي جملة ال adverb clause. طب فين ال subordinating conjunction اللي موجود اللي هو كلمة while؟ تمام. طيب الجملة I was walking down the street دي جملة dependent clause، لأن الجملة دي مش مستقلة بنفسها. لو وقفنا كده الجملة وحطينا نقطة بعدها while I was walking down the street بينما كنت ماشي في الشارع، المعنى لم يكتمل، فبالتالي عملنا كما وجبنا جملة تانية كاملة independent clause تكمل ايه المعنى لينا. I ran into an old friend، انا قابلت صديق قديم. تمام. B while walking، ايه اللي حصل؟ حذف ال I الفاعل وحذف verb to be اللي هو ال was، و walking حظنا ان هي في ing فجت زي ما هي، فقلنا while walking كده عملنا الريدكشن، كده قللنا الجمله اهو. while reduction down the street while reduction while walking down the street I ran into an old friend. while walking، حتى كلمه while مع walking عاطين لك برضو ان يحق ان الحاجه دي فيها ايه، استمرار، لسه ماشيه زي ما هي، ما وقفتش، صح؟ ان during the same time، في اثناء هذا الوقت. while walking down the street I ran into an old friend. طيب شوف كده، walking down the street، وانا ماشي في الشارع، I ran into an old friend، تحس ان المعنى ما اختلفش، صح؟ فبيقول لك sometimes while، في بعض الاحيان while is omitted، ممكن يتم حذفها، but the ing phrase at the beginning of the phrase. يعني في الجملة بتاعت while او اللي انت حاسس ان الجملة دي
ان كان اصلها فيها وايل او بتعبر عن حاجه كانت مستمره لفتره زمنيه، في الحاله دي ممكن تحذف وايل الفاعل was aware وتبدا بالفعل ing مباشره في بدايه الجمله. gives the same meaning بتعطي نفس المعنى during the same time في اثناء هذا الوقت. فبقول لك A B و C have the same meaning. طيب من اول المثال دي انا عايز بقى نبدا نغير الفكره ازاي. انت عندك في دي وإي جاي جاهز من غير while ومن غير اي تركيبات، جاي على طول على الشغل الجديد. فقال لك ايه؟ hiking through the woods yesterday we saw a bear. واحنا ماشيين بنتنزه كده وبنتفسح واخدين كامل الجوله وصوله كده في الودز الغابات او الاشجار والحاجات دي yesterday we saw a bear، احنا شفنا دب. طيب رجع لي كده الجمله دي خطوه ورا، يعني ايه؟ يعني عايز هايكنج يجي قبلها وايل، يبقى ممكن نكتب تحت في التعليقات while hiking through the woods yesterday we saw a bear. صح. طب نرجع كمان للتكوين الاساسي، هو كان وي، يبقى while we were hiking through the woods yesterday we saw a bear. يبقى while we were hiking صح، while hiking صح، بدأنا بهايكنج صح، التلاتة صح. طيب شوف كده المثال اللي بعده ايه، ولو حاولت انك تشاركنا وتكتب الجملة الأصلية واللي تم التخفيض منها والتخفيض الخالص اللي هو الخصم النهائي. اوكي، فهو بيقول pointing to the sentence on the board، بالإشارة أو بالعودة إلى الجملة اللي موجودة على السبورة. The teacher explained the meaning of modifying phrases. الأستاذ شرح لنا معنى modifying phrases، وصف أو تركيب أو العودة إلى الفريزز، اللي هو الموديفاينج فريز اللي هو الجمل اللي احنا بنصغرها اساسا. والموديفاينج فريز دي بتعمل ايه؟ ديسكرايب ذا نون اور ديسكرايب ذا سبجكت اوف ذا مين كلوز. ف لما انت قلت اي واز، لما قلت ووكينج داون ذا ستريت مين اللي هو اي، فلما قلت بوينتينج تو ذا سنتنس اوف ذا بورد مين اللي عمل بوينتينج؟ مش انا، ده ذا تيتشر. فكان اصل الجمله دي وايل ذا تيتشر واز pointing to the sentence on the board, the teacher explained the meaning of modifying phrases. ده كلام طيب. برضو في عندك تاني، ممكن نقول while pointing to the sentence on the board, the teacher explained the meaning of modifying phrases. لو تلاحظ شرح الدرس السابق والدرس النهاردة والدروس القادمة كله مبني على الدرس الأول في الفصل الثامن عشر، الانترودكشن، المقدمة. لو ما سمعتهاش رجاء روح اسمع الدرس ده، لان هو اللي هيفرق معاك في كل الدروس القادمه. كده خلصت رحلتنا النهارده مع while، مع ال during the same time اللي هو expressing this idea in modifying adverbial phrases، وعرفنا ازاي بنحولهم وعرفنا ان الثلاث طرق صح. وما تنساش الشروط الاساسيه، الفاعل في الجمله الاولى والثانيه لازم يكون واحد، verb to be احذفه، الفعل خليه في الاي ان جي، وبنحذف طبعا الفعل في حاله وايل، ممكن وايل والاي ان جي مباشره، ممكن من غير وايل، ودي حاله جديده ما درسناش في السابقين ومنفرده تقريبا مع وايل. الدرس القادم بما انه قدام عينينا هيكون عن expressing cause and effect in modifying adverbial phrases، وده هندرس فيه because في الغالب، وهيبقى فيها شوية حالات كده قريبة من وايل ولكن مش بالظبط. فده اللي هنعرفه في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله، مع السلامة.